يعني اليوم مساندة لجبهة الخلاصة؟ أي هي بطبيعة جدا من المروج. من المروج، رغم اللي صاير ورغم هذا الكل والوقفات الاحتجاجية و رئيس الجمهورية قيس سعيد مصر على أنه البلاد لازمها تعمل انتخابات، لازم تصير استفتاء في البلاد والشعب يقول كلمته. أنا نرى اللي مادام حتى الهيئة المستقلة للانتخابات معناها بدلها وحط عباد اللي يحبهم، شكون يضمن لي اللي الانتخابات اللي باش يعملها هو ما تكونش مزورة؟ هذا ساعة نقطة استفهام، معناها علاش مش الهيئة القديمة اللي نحن نعرفوها هي بذاتها تبقى؟ لفات اللي القضاة كيف كيف زاد عزلهم بدون وجه حق. خلينا في الانتخابات، حكيت على الانتخابات. أي هي. لكن نسبة كبيرة من التوانسة يقول لك حتى الانتخابات اللي صارت في مناسبتين فيهم صار فيهم تزوير، وشفنا حتى ناس معناها موتوا وانتخبوا. والله ما نشكش اللي صار تزوير، معناها راه الانتخابات اللي صارت قبل لاباس. وانا والله ثم ما نعرفش خرجت لبرا ومشيت لماليزيا، وماليزيا احتلتها بريطانيا ودخلت لها الهنود والشنوة، ولا الشعب بريسك متكون من ثلاثة كتل، شنوة وهنود وملاويين، وكلهم لا في وجوههم متشابهين ولا عندهم نفس اللغة، ورغم ذلك متعايشين يحبوا بعضهم. حضرت في عيد متاع شنوة تشوفي فيه بالنقاب وتشوفي فيه اللي عبارة بلا ثياب. ولكن احنا اللي انا اعيب على الشعب التونسي ان يلزمنا نكونوا كلمه واحده، البلاد بلادنا احنا يلزمنا نخدموها كل صدق. ثم شكون اجنبي قال لي بربي انتم التوانسه تقولوا اللي انتم فوق اللي تونس فقيره؟ نحب نفهم حاجه، تونس النخل فيها، الزيتون فيها، الغابه فيها، القمح فيها، الشعير فيها، البحر فيها، الصحراء فيها، شنو اللي ما عندكمش باش تكونوا فقراء؟ بالحق معناها كلام كي هذا يوجعك على المرتين. باش نقول له احنا الشعب مش واعي، عندنا كثره اللصوص كما يعتبروا برشا تويزا. هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى ما ثماش عمل جدي، ما تحسش اللي العباد تخدم في بلادها. انا نحب تونس، ناقصين وطنيه بكل صدق، ناقصين وطنيه، وهذا يلزم حتى وزاره التربيه تراجع فيه نفسها. خلينا في الانتخابات مدام انت. أي. مع انه تصير انتخابات واستفتاء؟ اي مع انها تصير انتخابات، ولكن انتخابات نزيهه مش انتخابات مزوره. لكن هذا اللي قال عليه الرئيس. اي مثالش نهايه نعملوا انتخابات، عمل انتخابات معناها زاد وضعنا اللي عايشين فيه تو الحقيقه لا ينبئ بخير. مش تنتخب معناها انت باذن الله؟ هي اذا كان صارت انتخابات ونعرف اللي معناتها انتخابات نزيهه ومش باش تتزور ننتخب، علاش نختاروا؟ ماذا بينا الاحسن. وبكل صدقه تونس ما شدهاش القوي الامين، معناها يلزم على الامانه حتى انسان امين ومش قوي هاي تصير سرقه وتصير تزوير ويصير ويصير. اما كان يشدها القوي الامين باذن الله تونس كما قلت لك ما نقصنا شيء.